السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم زياد من مطبخ كيتي أنا وسلفتي. النهاردة هعمل معاكم سلطة الطحينة، مفيش أجمل منها. تتاكل طبعا مع المشويات، تاكل مع الفراخ المشوية، مع السمك المشوي، مع اللحمة المشوية، مع أي حاجة. يلا تعالوا نعملوها مع بعض، بس قبل ما نروح نشوف هو هنعملوها ازاي، عايزة منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وشير بقى يا جماعة، ويلا تعالوا نشوف الوصفة مع بعض بعد الفاصل. Wanna keep you drunk, wanna keep you hip, to keep you hip, to keep you hip, to keep you hip, wanna keep you hip, to keep you hip, your bodies. Baby, make them bodies, we just use for fun. Baby, make them bodies, we just use for fun. Baby, make them bodies, we just, baby, make them bodies, we just, baby, make them bodies, we just, let's go. ودي يا جماعة مكونات وصفتنا النهاردة، هنعملوا سلطة الطحينة مع بعض. معايا زبادتين اهو، ومعايا هنا فص، يعني فص توم عاملاه كده ناعم، وشوية ملح وشوية كمون وشوية شطة ونص ليمونة وخل، ودي الطحينة نحطها في البرطمان ده. يلا بقى تعالى نعمله مع بعض. أول حاجة هنا هنزل الزبادي، وانا هنا حطيت زبادية، حطيت الزبادية التانية، هنزل عليها بقى شوية الكمون والملح والشطة دول وفص الثوم. هنقلبهم كده حلو مع بعض كده، هنحط بقى نص الليمونة عصرة كده يعني، نقلب معلقة خل، ننزله بقى عليها بالطحينة. الطحينة طبعا على حسب الكمية يعني انت هتعوزيها، يعني معلقتين تلات معالق طحينة كده كبار. يا جماعة طبعا انا اللي عندي سلطة الطحينة، يعني الناس بتعرف تعملها بطحينة بيضة، بس انا اللي متوفر عندي حاليا طحينة حمراء، وانا يعني كنت عامله اكل كده كنت عايزه فيه الطحينه، بس انا قلت اعملها لكم واوريها لكم. اهي شايفين، شايفين قوام عامل زي الكريم ازاي. كنا ادوقها معاكم، طعمها والله جميل، مش محتاجه اي حاجه. هنحط على شويه زيت، وده يا جماعه شكل طبقنا اهو بعد ما خلصناه. حطيت عليه شويه زيت، وحطيت عليه الخضره اهي زي عشان نزينوها مع بعض. عايزه بقى منكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد، وشير بقى يا جماعه لوصفاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب الفيديو يعجبكم.